خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي بيتعاقد رسميا مع وولتر بواليا راس حربه نادي الجونه، ومع نهايه هذا الموسم وبدايه موسم او نهايه هذا العام وبدايه العام الجديد، اعتقد ان دي صفقه رائعه جدا جدا جدا. وولتر بواليا رسميا في النادي الاهلي لمده 4 مواسم. يعني ممكن اعرف رايكم يا كابتن بركات يا كابتن سيد؟ طبعا صفقه ممتازه طبعا. يمكن انت لو سالتني مين اكتر لعيب مميز في الدوري في خلال ال4 5 اسابيع اللي بيتلعبوا دلوقتي، هقول لك وولتر بواليا. واي حد متابع كوره ومتابع ماتشات الجونه، يمكن الجونه كتيم السنه دي مفاجئنا بالبدايه بتاعته. اول 5 مباريات بيلعب 5 مباريات ما بيخسرش، ايوه، فمتصدر الترتيب. طبعا لسه في فرق طبعا زي الاهلي والزمالك وبيراميدز ما لعبوش ال5 ماتشات، ولكن ما خسرش في ال5 مباريات، كسبان 3 ماتشات من الخمسه ومتعادل ماتشين. وولتر بواليا يمكن افضل لعيب في الفرقه السنه دي، وحتى كان افضل لعيب في الفرقه السنه اللي فاتت. سبب من اسباب ان الجونه قعد السنه اللي فاتت، يعني بالظبط هو اللي عامل لهم شكل في الاول 5 ماتشات بصراحه. فهي طبعا صفقه بكل المقاييس، يعني صفقه رابحه طبعا للنادي. يعني اللعيب مهم، لعيب باللي احنا شفناه خلال الموسم اللي فات والموسم ده، انا زي ما قلت لك ان هو من اسباب رئيسيه في ان الجونه قعد. واحد من يعني بينافس على هدافين الدوري حتى من الموسم اللي فات والموسم ده، وبدايته قويه جدا، ومن اللعيبه اللي واضح ان عندهم يعني امكانيات كبيره جدا. بس النقطه ان شاء الله يعني نتمنى ان هو يتاقلم مع النادي الاهلي ويكون مفيد للنادي الاهلي. واحد من يعني الاجنبي اللي بيبقى مفيد بيبقى فارق معاك اسلام بشكل طبعًا كبير جدا طبعًا. يعني لما بتجيب لعيب اجنبي، احنا جربنا قبل كده، انت شفت فلافيو كان تاثيره عامل ازاي مع النادي الاهلي، جيلبرتو، علي معلول، كل اللعيبه دي تاثيرها كبير جدا. فاعتقد ان هي صفقه مهمه ان شاء الله، يعني اعتقد مع الدور الثاني مع وجوده مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده حاليا، اعتقد الموضوع هيفرق بشكل كبير. يعني